ايوه ايوه اشرف سامسونج، عامل ايه اخبارك؟ العيال مالوش، مش عارف ايه اللي حصل يعني. انت قبضت عليهم؟ كانوا طالعين عماره ومعاهم صابون وبيوزعوا. ايوه اخس اخس. لا 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 لا، انا ما اعرفوش، انا ما اعرفش الناس دي الاشكال دي. لا لا، انت صار معاهم، انت عارف احنا مالناش دعوه بالكلام ده خالص. احنا لا لا، اشرف سامسونج. والصندوق ده فيه في الحياه. النهارده اسمه فاكاروس. اعترف به قدام الناس، لا اعترف به قدامي، لا اعترف به قدام الناس، لا اعترف به قدامي. العلبة دي فيها حياة مكان الصحابي. صحابتي تمسح الاونطه، دعوني ابقى والمحطه، مش هصاحب حد تاني. عم باب، انا بقى بقول لك دلوقتي العيال بتوعي هنس وحتى اوس بتاوس قبض عليهم، وهم دلوقتي عند اشرف سامسونج. انا عايز العيال بتوعي، ها، بس العيال بتوعي دلوقتي ده يعني ايه؟ احنا لازم ايه نسيبه هناك لغايه شويه، ها، ونعرفه ايه بالظبط احنا، علشان هو يحدد ويختار انا ولا انت. لا احنا خلاص صبرت عليك، خلاص بقى يا اشرف سامسونج، انت خد الصابون، حلال عليك الصابون ده، انما انا حسابي انا مقال، انا هعرف ربهم لك، انا ما بحبش حد يوزع الورق ده، ده دول خدوا ربكم الى خنازير. ازاي يوزع ورق في المنازل وفي الشقق؟ هو الواد شادي ده اكيد اللي وزع عليهم بالحكايه، هتصرف معايا اشرف سامسونج، انا ماليش دعوه، انا عايز العيال بتوعي بس ماليش دعوه بالوزع. خلي الضيف عندك كده شويه عشان نعرفه ايه هو انا ايه وعامل باب ايه، عشان هو يحدد ويختار. احنا صبرنا عليك. انت يا ابني واحد وشك العيد دلوقتي، احنا عندي نعرف انت دلوقتي حددت انت هنا ولا هنا، مع عم باب ولا عم نفسيخ، ها، دلوقتي اخر فرصه عم باب، تقدر عرفه ايه هو الموضوع بالظبط عشان يعرف همك ويعرف يقابل. تفضل معاك دقيقه، تعال هات الجديد، هات الجديد، يلا حطه في البروجيكتور وخليها، يلا عشان ايوه والله مش قادر، بس الحديث صحيح، ولولا النقل الصحيح ما كناش صدقنا. النبي كانت قوته يا استاذ محمد ب 4000 رجل. قول لي هات الدليل. الله اكبر. قول لي هات الدليل. ايه ده لازم صلى على حبيبك عليه الصلاه والسلام. شفت القوه، شفت العظم، شفت يا ريت تطلع اختار صح عشان تبقى كده يعني حاجه مشرفه. المسيخ يلا اتفضل، انت الدقيقه بتاعتك، يلا عرفه انت ايه بالظبط يا عم المسيخ، ها، علشان هو يعرف يقرر. حمس يلا شغل البروجيكتور عشان نفهم البتاع ده، يعني احنا عايزين نقول ايه بالظبط. شغل البروجيكتور. ايه ده حمس؟ مش دي؟ اقفل اقفل ده حمار مش فاهم المعنى الروحي والمعنى الرمزي للموضوع ده ايه. انت حمار، المعنى الروحي والمعنى الرمزي انت لو فهمتهم هتفهم يعني ايه الكلام ده، كلام المقدس ده. مهندس مش فاهم حاجه، ده خروج عن السياق، انت مش فاهم دي قله ادب، الحركات اللي بيعملها دي ده اهانه وسخريه من 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 من, من, من سخريه، يعني سخاف وسخريه ادب. حكمت محكمه القيم على المتهم شادي
بالأشغال الشاقة لمدة 777 عام، لأنه سخر وعمل كده، عمل حركات بيديه وقفل عينيه عن الحقيقة، وقفل أذنه عن الحقيقة، وقفل فمه عن التفوه بالحقيقة التي علمها، ولذلك واستخفاف وسخرية وازدراء لقيمنا وحضارتنا والمقدسات والقداسة وفضيلة حباب وفسيخ، فحكمت المحكمة عليه بالإعدام شنقا والمع التعذيب والأحاء، فلا علي حلس القيم ولا علي السخرية ولا علي استخفاف والسؤال، وإن الأطيان لشامخة، إن الأطيان شامخة شموخ السماوات أطيان. بص يا ابني، انت فسيخ عم فسيخ وعم حباب مش راضيين عليك، فاحنا كده انت ليك سيدنا، ولو حصلت معجزة وعم فسيخ رضي عليك فعم حباب مش راضي عليك، ولو عم حباب رضي عليك عم فسيخ مش فعم فسيخ مش راضي عليك، وكمان عم هباب مش راضي عليك. افرض بقى عم نفسيخ رضي عليك وانت عم هباب مش راضي عليك، طب افرض عم هباب رضي عليك عم نفسيخ مش راضي عليك، فانت يعني انت مدان في كل الاحوال وفي جميع الحالات. طب افرض انت حصلت معجزه وعم نفسيخ وعم هباب رضي عليك، افرض حصلت هذه المعجزه برضو مدان، مدان ليه؟ لانك انت تسليتنا، احنا بقينا نستمتع باداره المواطنين وبالذات انت، فإحنا مستمتعين وإنت لذتنا في تعذيبك، إحنا لذتنا في تعذيبك، فإنت في كل الأحوال سوف تكون مدانا وسوف نعذبك، ويعني هي متعة، فحتى لو عم هباب عم سيخ وعم هباب عم هباب وعم سيخ رضيوا عليك، إنت متعتنا إن إحنا نعذب فيك، ولا يا عم سيخ عم هباب قصدي وعم سيخ مش كده ولا إيه؟ متعتنا يعني هي دي الوطن يعني إيه؟ بقى قال إيه؟ فقال لي بقى هينفعك من حق الانسان ان يعبد او لا يعبد، ده امر ما يصحش للداخل في اطلاقا. خلي بالك ينفع. لا انا مش عبيط انا شخص سامسونج، لا تغلطش فيا وخلي بالك ينفعك. انتوا دخلتوا بارحه، انتوا من دخلتوا بارحه ما دخلتوش. هو قال كلمه انا عارف ان فهموا ان الدين صدق، لما تقول حاجه تبقى ده، لما توعد فتوفي. قسمة المنافق سلاس، يعني انت توعد فتوفي عشان خاطر انك موافق مش كذاب. فلما اقول ان من حق الانسان يعبد او لا يعبد زي ده، فلازم انفذ هذا الكلام وما يصحش من الداخل في اطلاقا. فانا موجود هنا ليه؟ انا موجود هنا غلط. خلاص يا فرق فرق ولا هذا موضوع. ايه بس يا عم اشرب ايه سامسونج؟ ثانية واحدة فرق اقعد ساكت كده، انت ما انتش فاهم حاجة، انتوا مش عارفين عم سيخ عم هباب عم اشرب ايه سامسونج، انتوا مش عارفين. بس يا فرق اقعد ساكت مش فاهمين. انا ها 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 وها ها هو معرف القوة العارف ها ها اسمها ها حبيبي امين. بس بس ارجع ورا عم هتسيخ عم هباب، ارجع ورا فرق الراجل ده طلع تبعنا ربنا العظيم سلام ايوب ها 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 كله ينزل ها 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 ها